لما جينا ما كانش في أي حاجة. الفيوم الصحراء بتاعتها حلوة جدا. مناظر طبيعية حلوة جدا. لزقنا بست اسمها المدام ايفلين، ست جميله، ست لذيذه، ست كريمه، ست عملت لنا السياحه هنا، شغلت اكتر الناس في قريه تونس دي. كناش بنعرف اي يعني سياحه، لما كنا ننزل اسماعيليه اسكندريه ننزل القاهره بس. ناس اصحابي قالوا لي شفنا حته كده، المحامي بتاعت الحاج محمد هنا قال لي في حته حلوه قوي، فقلت اجي اشوفها. ولما شفتها عجبني قوي عشان في البركه كاني مثلا النيل والجبل والصحراء والزرع اللي لهت البركه، كل الحاجات اللي بحبها في مصر موجوده. فانبسطت جدا، وبيوت الفلاحين كانوا كله اللون ده عجبوني قوي كمان. أنا كان عندي فكرة أني كنت بعمل فخار أصلاً، عملت الفنون التطبيقية في سويسرا، فشفت وسواسف عجبني قوي أفكاره، عشان بيقول أن الأولاد اللي ما راحوش المدرسة اللي بيعملوا شغل تلقائي أحسن من اللي تعلم البيوت هو كده. فكنت عايزة أعمل زيه. إيفلين هي اللي ابتدت تحرك البلد هنا شوية، وعملت المدرسة وابتدت تعلم شباب صغيرين، فابتدت إن في ناس تنزل هنا